أخبار العالم بوجيز من قناة الجزائر الدولية، مرحباً. أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع أن معاناة الشعب الفلسطيني بدأت بالاحتلال ولن تنتهي إلا بانتهائه، محملاً المجلس كامل المسؤولية بشأن ما يحدث في غزة. وأضاف بن جامع خلال كلمة له في مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع بالشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية أن الواقع في غزة يزيد الوضع في الضفة والقدس سوءاً، وجرائم الاحتلال تتحدث عن نفسها مما يجعل الحياة كابوساً خطيراً بالنسبة للفلسطينيين. أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الأربعاء محادثات ثنائية مع مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الصين بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون. توجه الناخبون في جنوب أفريقيا إلى مراكز الاقتراع اليوم الأربعاء للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تأتي بعد مرور 30 عاماً على إنهاء البلاد لنظام الفصل العنصري. 27 مليون شخص في البلاد يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية لاختيار 400 نائب، فيما يختار النواب المنتخبون الرئيس المقبل للبلاد. فازت الجزائر بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات لسنة 2024 التي ينعقد منتداها في جنيف، وتوجت الجزائر خلال حفل لتسليم الجوائز جرى أمس الثلاثاء في إطار فعاليات منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات. يلاقي أولمبياكوس اليوناني نظيره الإيطالي فيورنتينا في المشهد الختامي لبطولة دور المؤتمر الأوروبي، ويرغب الفريق اليوناني في كتابة التاريخ والظفر باللقب القاري، فيما يريد نظيره الإيطالي نسيان إخفاق الموسم الماضي والعودة إلى فلورنسا باللقب الأوروبي. نهاية وجيز، إلى اللقاء.